مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. اذا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، اعتقد انا من خلال العنوان غتكونوا عرفتوا شنو هو الموضوع ديالنا اليوم. اليوم انا معايا كيتواجد معايا عبيقة. عبيقة هو من طنجاوي مقيم في الديار الأوروبية، عايش في بلجيكا، معايش هنايا بالضبط في بروكسل، معايش هنا في المغرب. بقات غربت تما لمدة 8 سنوات، 8 سنين زوج بها بقاولية وطلاق، المهم دوز واحد الحياة اللي انا خليكم هو اللي غادي يشرح لكم بالضبط. الاساس اللي عندنا اليوم هو انه علاش جا المغرب بعد 8 سنين هو في الغربه، اليوم جا المغرب علاش؟ باش انه يقلب على بنت الناس اللي كمل معاه حياته، يعني بعد 8 سنين ديال التكرفيس، 8 سنين ديال العذاب، زيد عليها الايام كذلك اللي عاشهم على ديك الكاوريه اللي ديجا تزوج بها وطلقها الى اخره، اليوم بعد ما دار الكواغط ديالو ودار الجنسيه ديالو رجع لبلاده باش انه يقلب على بنت الناس. ومن خلال المنبر ديالكم قناه الشعب طلع باش انه يدير هذا النداء ويقلب على هاد بنت الناس، لربما لا على وعسى تكون هنا شي بنت تشوفه وتعجب به وتواصل معاه بشكل مباشر. والفيديو الاولاني ديالي كنت عملته مع شوف تي في في كازا مع فاطمه وكومسيما، بعد شي جوج سيمان جاب لها تيشيرت طلعت من اسبانيا دباس على راسي نابيغيت، فهمتيني؟ واخا تكرفس بزاف، واخا نعس الزنقه هانيا، الرجال كيجيبوها مما كانوا. طلقت مع واحد القوليه، بغيت نعيش مع لابيده ديالي وصدقت، فهمتيني؟ يعني فهمتيني، ما كتعرف لا الله ما كتعرف والو، كتعرف يعني بملحده بالعربيه تاع عربت. ما سلمتش زوجتي بها وهي ما سلمتش؟ لا وهي ما سلمتش وخسرت. تزوجتي بها باش تعمل كواغط ولا كنت ناوي انك تكمل معاها؟ غادي نقول لك كنت باغي نكمل معاها ولكن ما كتبش، ولكن شنو غادي نقول لك؟ معاهم مشاكل بزاف والله. مشاكل من ناحيه؟ مشاكل خصا حنا الدم ديالنا طنجة وخاص طنجة والدم ديالهم سخون. تكون معك العائلة ديالك كل شتي شي واحد جا سلم عليه على الوجه راه كتستر فيها، فهمتيني؟ قبضة الضربة، فهمتي؟ أنا فهمتي كيجي كيدرع عليك كيجي كيبوس، فهمتي؟ ما عنديش هاد العقلية. انتم قبل ما تزوجوا ما جلستوا شي ما هضرتوا شي، حيت قلتي لي زوجتي بها ماشي على الوراق، على اساس باش تكمل معاها. وكيفاش زوجتي بها وانت عارفه مثلا ماشي مسلمه وما سلمتش اصلا؟ واقول سمعتك مع الوراق غادي تسلم، فهمتيني؟ وندخلت يعني واحد الطاقم مزيانه، ما تبقاش تمشي ديسكوتيكات، ما تبقاش تعمل بزاف الحوايج، فهمتي؟ ما تبقاش تلبس حوايج محترمين وهادي، فهمتي؟ حيت عندي صحابي جوج قاوريين قاوريات، فهمتيني؟ يعني سلموا وشافوا واحد الطاقم مزيانه وعايشين معاهم لابيده مزيانه، بالاخص واحد حبيبي تحياتي ليلو مصطفى الكاوريه، فهمتيني؟ الله ما سعد فيا سلمت، ولكن انا طاحت فيا الله خليها سلعه. حاولتي معها وحاولتي انك باش تكملوا والو؟ طلعني الحبس وفهمتيني ربي حبيبي رضا الوالدين معايا، علاش كتسمو الحيطه كنهضر معاها كنقول لها الطريقه كيفاش كيفاش، كتقول لي لها الطريق، فهمتيني؟ ومن كتهضر معاها في شي حاجه في الدين ولا شي حاجه كتبقى تقلب فيه، فهمت؟ وبعد ما كتبغي تطول يدا وهذه، فهمتي؟ حنا ديك طول يدا طول يدا كضربك سيك لا روح عندها ضرباتك ضربني ضربه، فهمتيني؟ على هذا الشيء هذا انا بعت منها، يعني جابت لي مخزن، فهمتيني؟ وقعوا مشاكل بالهضره هيدا، جابت لك مخزن ضرباتك وضربتيها وجابت لك مخزن هيدا، يعني وقعوا شي هضره بزاف، فهمتيني؟ وبدا كثرت يعني كانت بدا طول يدا ونطول يدي، دخلت الجيران بسينوس ديالنا جابوا لنا البوليس، جابوا البوليس داوني انا الكاربوس داو تحت 24 ساعه حتى المحامي خرجني عطاو لي يقول لك واحد 200 متر ولا 300 متر ما نوصلش عند قدام الدار ديالها، ولا ندوز من الحومه ديالها قدر يديوني عاسين يقدر نمشي للحاج فيها، فهمت؟ هذه الايام شي اميغوس ديالنا دخلوا لنا واحد اميغا ديالي انجريت دخلت لي في هذا الشيء هذا، صافي بقات تسامح معاها وتنزل له نوصي كيف، فهمت؟ باش تنزل لي باش نعيش مزيان، باش يعني نعمل الوريقات ديالي، فهمتي؟ نمشي ندفع الوراق باش يعتقدوا يعطيوهم لي باش ما تبقاش يعني مونطراتو، صافي. اش غادي نقول لك؟ ساليت دخلت معاها، دخلت معاها مزيان، يعني دخلت معاها مزيان، فاليت معاها بفلوس، فهمتيني؟ كانت باغي فلوس باش تنازلي، عطيت لها شي لعيبات هايدا، صافي تنزلت لي وبقات شي مدة هيدا داكشي الكواغط عاد يعني كدوز 5 سنين كتمسحو، حتى كدوز واحد المدة داكشي كيتلغى مرة، دوز 5 سنين كتمشي تلغى مرة سبحان الله العظيم، صافي مشيت دفعت طاو لي الوريقات، دابا الوريقات ديالي الحمد لله وانا هنا في طنجة، 8 سنين مشيت للمغرب 2017 2016 ديك الساعة ما دخلتش، هادي اخر اول دخلة للمغرب عام المغرب تبدلت عليا بزاف، فهمتي؟ خاص طنجة كبرت والناس ديالها ما كاينش شي ما بقاش في طنجة، فهمتيني؟ خوات طنجة خوات صحابنا اللي كانوا معنا
لي مسماس ولي دب من رجعت كما قلت ثمن سنين طبعا جيتي جبرتي مدينة تبدلت الحباب والعائلة كبروا الدنيا تبدلت كيف جاتك بعد ما رجعتي؟ واش غادي نقول لك قنط صراحة كنت رجع على إسبانيا قنط كنتينية قنطي في طنجة قنطي في مدينة والله العظيم نقنص اثنين غمة كنت رجع على إسبانيا الدولة يعني فهمت هاد السيمانة نرجع بحال حسيتي دابا شحال وقت دابا باش رجعتي شحال وقت سيمانة قنطتي وجاتك فيها الغمة والله العظيم نقنص الدنيا عامرة وما كنتي متانس الدنيا عامرة متانس الدنيا خاوية فهمت كنت ساكن بواحد الحومة في اسبانيا تانس مع تسمع شي كتبر كلشي مشدود فهمتيني كلشي كيشوف هذاك كتبر كلشي عامر هذاك كلشي عامر سخوت في 5 في 8 الصباح في العفجر كتبر الدنيا ديما عامرة يعني كتبر كتصفر شو السبب اللي خلاك ترجع دابا للمغرب؟ السبب ديالي اول حاجة الوالدة راه مسلمة شتا هي اللي باقالي في الحياة عندي واحد الاخت صغيرة عاوتاني عندي فاميليا ديالي فهمت سي ضروري نتلقى الوالدة فهمتني واحد 15 يوم خويا بعيدة ونرجع بحال وجينا نشوفو شي بنت الناس شي بنت الحلال اللي يكونوا معاها فهمتني تكون معانا ان شاء الله فهمت تحياتي كيفاش بغيتي هاد البنت هادي عطينا المواصفات ديالها لربما تكون شي وحده كتفرج جبتيها وبغات انها تكمل شنو المواصفات مثلا اللي تبغيها تكون في هاد البنت هادي شنو تكون بنت الناس وبنت الدار ديالها تكون عندها خوف الله خوف الله تكون مرضية الوالدين ديالها فهمت واخا تكون يعني درويش احنا كاملين دراوش فهمتيني يعني احنا ماشي معاهم وتكون مدبرة ثلاثة كيفاش مدبرة هذا باش انت واش انت هو الرجل ولا هي الرجل انا الرجل وقصتكم مدبرة تطلب ديك الشيء ديالها بجوج بينا كلهم مدبرين باش فهمتي واحد مدبر وحده مقونة ما كايناش فهمتي ماشي مشكل هي يعني بالنسبة لي خصها تكون مدبرة وانت غتزوج بها شحال غطيها بلاتي بلاتي دابا بلاتي شحال غطيها في الصداق بعينها 4000 يورو 4 مليون 4 مليون كنت قلت لي جوج دابا 4 جوج انا زدت جوج دابا زدت خويا تيقول لي جوج دابا فيها 4 دابا جوج ديك المدبره زدت جوج باش تطلع معاها فيا فهمتي وصافي واخا دابا انت قلتي مثلا خاصها تكون مدبره شنو الحاجه مثلا اللي كانت البنت مدبره شنو الحاجه اللي تخليها تختارك انت وما تمشي عند شي واحد اخر اللي مدبر واه شوف انا مونطالي في عقلي كوليه دابا فهمتني ما عنديش العقليه المغاربه صحيح مغاربة رجال ثلاثيني إما مشينا جايبينها وخاص قص أوروبا المغاربة ديالنا جايبينها فهمتي إما مشينا كيجيبوها الحمد لله كيفاش قلتي دابا قلتي لي أنا دابا حاليا عندي عقلية قورية ماشي مغربية يعني كيفاش اشرح لي كيفاش تطبق هاد العقلية القورية في الزواج ديالك مغربية عندي واحد المونطاليتي في شيشكل فهمتي مثلا قربنا لي لو قربت ربما يكون شي بنت كتفرج فيك بغاتك العقلية في شيشكل كي نشرح لك أنا عندي الساعة الساعة معنيش مع الخواطر و كريتيفيتي فهمتيني عندي ليشر فهمتيني وانا هنايا كنتلاقى مع شي واحد كنقول له شوف اجيني في الساعة عملتي معايا الوحدة اجي في الوحدة باش تجيني حتى الربع العشية دابا انت هنا كتقول لي عندك واحد الدري صاحبي البارح محمد الحراقي والعوق فهمتيني سبع ساعات وانا كنتسنى جاني حتى الخمسة الصباح واخا دابا انت هنا دابا غادي نتعرض معاك انا واحد النقطة دابا انت هنا كتقول لي انا طلقت قورية حيت بعقلية ديالنا ماشي بحال بعضنا حنا مغاربة هي في الشكل ايوا ماشي بلاتي قلت لي لا واخا وما هي خصها تقصر هي خصها هذا وهي هذا وحنا ما خصناش وحنا مغاربة وحنا مسلمين إلى آخره ياك ودابا كتقول لي وبلاتي ودابا كتقول لي انا عقلية ديالي قورية دابا كيفاش انت انا الان طلقت قورية حيت ماشي بحال بعضنا ودابا انا خصني ندي مغربي مع عقلية قورية قورية بحال عقلية وحدة يا أخرى كيف اشرح لي دابا حيت كتقول جوج حاجات كيتناقضوا مع بعضيتهم عندي ليشان عندي مع كي تي بي تي عندي ليشان ولكن عندي ليشان معقول عندي يقول عنه معقول حنا مغاربه دينا فين المعقول معقول ما سمع الاجداد ديالنا لا كاين يا والله ابصمنا القهوه كنقلب عليه بالليل ونهار فهمتيني وكنتمنى نشوفوا شي حاجه تكون تجي معنا وتناسبنا فهمتيني ان شاء الله يا ربي كملي شنو قلتي لي خصها تكون بنت الناس وخصها تكون تقبل على العقليه ديالك العقليه قوليه الى اخره واش بغيتي هاد السيده هادي تعيش معها هنايا تعيش معها تما مقدمتينا دابا انك تفتح دارك وتفتح يعني تزوج يعني حنا كنعرفوا الزوج راه مسؤوليه راه ماشي واحد طلع مقدمتينا بها حاليا ماشي مقدمه عندي الحمد لله عندي داري عندي مشروع ديالي في طنجة هنايا عندي كل شيء
الحمد لله. تبغى تعيش هنا ولا على برا؟ لا ندي معايا. ندي معك اسبانيا. ندي معايا اسبانيا عشان خليها هنا. اسبانيا ولا بلجيكا؟ لا عندي دار في اسبانيا وبلجيكا. بعدين بغيت تسكن في بلجيكا ولا في اسبانيا؟ بلجيكا ميخور. تعدل الاوراق ديالها حتى هي؟ ان شاء الله علاش لا. عدلك وغد طلعه وتعدله ما كاين شي مشكل. حاولا غادي طلع انت ما غادي تعملها كوغد او كشرط عيو اول حاجه. وثاني حاجه من طلعك انت تما ما تعرفش على مغاربه. معسيني انا عندي صحابي مغاربه طلعوا من المغرب وداو من اوروبا وتعرفوا على مغربيه تما كتجبر مع راجه ديالها مزيانه وماشي معها حتىك مزيانه وكتشمخ بالتخرويط. انا راجلي جاب لي هذه انا راجلي جاب لي هذه اولا تساعدوا مع بعضيتكم. برافو كبقيت عنده مع بعضيتهم وملي كبقيت عنده مع بعضيتهم شغادي نقول لك هي كتطلعوا للحبيبس كضرب العديدس انتي كتطلعوا للحبس كديروا له ورق بوري هو ولد الناس دابا قال لك هذه بنت الناس هي طالعه لاوروبا تهلا فيه وبنت الدار وهادي وهادي كتسمى بالتخرويط. شغادي نقول لك انا صحابي كاملين داو من الحباسه السنساليان فهمتيني بوركي علاش يقول لك تما يعطيو لك الدار ويعطيك الطوموبيل داكشي ما منو والو راك جبتي انت يعطيك الدار ويعطيك الطوموبيل. علي اميغو ديالي مغربي طنجاوي ديالنا حد لك بيوسي كبير واش عمرو شي 50 عام في العمر ديالو دابا ولا 56 قالك جابها من الجبل جابها من الجبل دان اوروبا عاش معاها شي حاجه تزوج ولد جد وليدات معاها شنو بقات كتعرف على هادي وتعرف على هادي وتعرف على هادي شنو بقات ديك النساء اميكاس ديالها كيشوفوها مزيانه مع الراجل ديالها وكيتعامل معاها وكيخرجها واش غادي نقول لك شنو بقات تخروت وطلعوها الحبيبس طلعتو الحبيبس اي والله طلعوها الحبيبس طلعت الحبيبس طلعتو للحبس بوبري داتو الحبس وداو له الدار ديالو خرجت من الزنقة ورجع كي نعطيه في الطموح هو اللي طلعها هو اللي داها انت ما فتح لها عين بحال اللي قلتيها بطا ما ولكن هادشي كيقول لك جابها من الجبل وعملت له روينة مع حسن ديت هي بنت المدينة شنو تعمل لك؟ ترونك عشان حنا كنطلبوا شي بنت الناس تكون بنت الناس عندنا خوف الله ماشي تديها وتفرع عليك وترجع لك يا انا و انت خفتي انك تطلع شي وحده من هنا المغرب وطلعت انت ما تديها معك برجيكا ولا اسبانيا وتعيش معك على برا في اوروبا في الاخر تتهيت ملي بحال تشكادو تقلب عليك ايوا قالين انا كنت كنهضر مع واحد المغربي قبل ما نجي من المغرب من طنجاويه ديالنا انا اللي عرفتها قلت لها عملت له قايده قالوا لي ما بغاتنيش فهمتيني قلت لك انه سي تي طنطان هيدا قالت لي والو ونشبط الورقه هيدا وقلت لها فين الشيء فقط الورقه جاب بلا تيسر قال لي دابا مرحبا بك زين قلت احسن انت مرحبا بك حسن زين سي عيطوا قسم تلعبوا خاوي عبر حنا سعيد عليك الوقت اللي ما كانتش عندك الوراقي رفضاتك وفاش عملتي وراقي بغات تلقاتك مرحبا بك كلارو عملت الورقه ديالي قالت لي مرحبا في حاله مثلا زين تزوجتي دابا ديتيها مثلا بحال اللي قلتي بالمواصفات ديالك اللي بغيتيها وجبرتيها في بنت الناس ومشات معك عملت الوراقي وجا واحد النهار حتى هي تقلبت عليك عملتي لها الوراقي ودابا طلقك ولا عملت لك شي مشكل اخر واش غادي نقول لك نقول لها مرحبا بك وانا بطل المغرب ونقول لها شي باسي المغرب شي ورطه المغرب شي فاكاسيونيس نجيب من المغرب ندير الباسبور تي بالفن وندير لها ريزيدنسيا نقول لها صالح سلم عليك طيب نقول لها صالح اسمح فيها انا خليها شي تما تكمل حياتها صافي عدلت الوريقه ديالها تنوض تخدم على راسها وتطير تطلع على راسها اديني انا تعرفش من ناحيه بركات اديني انا حيت ولا تفرع عنت عليا وبقات كتطلع عليا صوتها وزويت تبان عليا وكنشوفها لو غاست تعمل شي مطرات ولا شي حاجه جوج الحوايج نخسر عليها سمعتيني بابا الحباب دونك انا خصنا نتفارقوا خوت واخا تهضر معاها وتجي تهضر معاها وهادي ما تهضرش معاك بوركي صافي يعني فهمتيني هاد الشي كيوقع بزاف اوروبا وقليل 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 العائلات اللي كيطلعو مزيان واحد النقلة مزيانة فهمت والله قلالي دابا انت بنت مثلا الا كانت شي وحدة كتشوفك وتا هي باغا تزوج وباغا تعمل دارها شنو بغيت تقول لها؟ كنقول لها مرحبا بك تكون بنت الناس وعندك خوف الله مرضية الوالدين الله وربي ما يحاش الناس ان شاء الله في حالة جاوك مثلا طلبات بزاف جاتك ما درت معك اكثر من بنت كيفاش غتختار ما بيناتهم وكاين بهم مثلا بنات الناس شنو خصها بيناتهم اشوف لي معقوله غادي ديرها
ارتيستي اه شنو نحيه شنو فايش خدمه مثلا بس الحوايج مثلا شوف نقول لكم واحد الحاجه العيش ما كتحداوش هذاك الشيء بنت الناس راه بنت الناس وصافي فهمتيني والله انت ما تحدي الله يجيب لك شي بنت الناس الله يعطيك ما خير ما بنيتك ان شاء الله اذا مش غادي متتبع قناه شوف تي في حنا خلينا لكم هنا تحت الرقم ديالو خلينا لكم جوج ارقام كاين واحد الرقم المغرب اللي غتلقاو فيه ابل عادي اللي بغى يتصل به بشكل مباشر ولا الرقم الاخر